الكلمة اللي هتظهر لكم ديت كلمة مهمة جدا وبتواجه ناس كتير صعوبة في نطقها، فهي ليها طريقتين في النطق إن شاء الله هنتعلمهم في الفيديو ده إن شاء الله. بداية من الفيديو ده وفي الفيديوهات القادمة إن شاء الله هنركز على أهم الكلمات اللي الناس بتغلط فيها، سواء في الحياة أو في المقابلات الشخصية أو في مجال العمل، لأن فخ إن أنت تقع في نطق كلمة ده بالنسبة للشخص اللي هو عايز يبان بروفيشنال مهم جدا. فإن شاء الله السلسلة دي هنسميها أوعى تقع في الفخ، فخ النطق الغلط. فإن شاء الله تعالى هنتعلم في المجموعة الفيديوهات كلمات ممكن تنصدم، متعود أنت تنطقها بطريقة معينة والطريقة دي طريقة غلط خالص، وتنصدم لما تعرف النطق الصح ليها. فعلا عشان مش نطول نبدأ الفيديو بتاعنا. كل الناس بتتفرج علينا، الكلمة ديت ليها طريقتين زي ما قلت في النطق. طيب طبعا طريقة النطق بتختلف حسب مكانها في الجملة، يعني الكلمة ديت المعنى المشهور بتاعها ان هو خريج او يتخرج، يعني ليها معنيين، سواء معنى كفعل معناه يتخرج، وفي الحالة دي يا شباب ليها نطق مختلف، فالنطق بتاعها يبقى graduate graduate graduate. طبعا هنبص كده على الشاشة هتلاقي حاجة بنسميها ترانسكريبشن، الرمز الصوتي للكلمة في القاموس، زي ما قلت لكم كده هتلاقي الرمز الصوتي من قاموس أكسفورد، من قاموس كامبريدج، من قاموس لونجمان. هتلاقيني برضو عشان أأكد عملية النطق وتثبت في دماغك أكتر وعمرك ما تنساه أبدا، حط لك يعني ايه الرموز الصوتيه للنطق من الثلاث قواميس. ده الامر سهل وبسيط ومفيش صعوبه، ولكن للتاكيد ان النطق اللي احنا بنقوله ده هو النطق الصح. فكلمه يتخرج كفعل لما احب اقول مثلا I have graduated from the faculty of education، يعني انا اتخرجت من كليه التربيه والتعليم، من كليه التربيه، فكلمه graduated فبمد في المقطع الاخير. لو حبينا مثلا عشان مش ننساها خالص كلمة ATE افصلها شوية وتدرب عليها في البداية كذا مرة، فأقول graduate 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 eight eight ومد فيها كفعل A graduate graduate. أتمنى الناس ما تنساش. إنما لو هستخدم الكلمة ديت برضو كاسم في الحالة دي هتختلف ومعناها خريج، فعايز أقول أنا خريج جامعة الزقازيق مثلا، فهقول I am a graduate of Zagazig University. I am a graduate. ركز هنا في الكلمة ديت، شايفين graduate graduate graduate. في النطق الأولاني كفعل graduate 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 graduate، نطق سريع مش بمد في الآخر، القوة بتبقى في أول الكلمة. وطبعا شايفين طبعا الترانسكريبشن أو الرمز الصوتي بتاعها في القاموس. يبقى إذن كده يلا نراجع عليها سريعا كده. النطق الأولاني كفعل لو استخدمها كفعل graduate، يلا ريبيت معايا graduate، كمان مرة graduate graduate. في بعض الناس تنطقها غلط تقول graduate gradu graduate، مش في حاجة اسمها كده graduate خالص، اوعى تقعوا في الفخ ده graduate. طب كاسم a graduate 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 graduate. اللي فوق تاني كفعل graduate graduate graduate. أتمنى الفرق يكون واضح، وأتمنى الناس تكون عرفت النطق الصح. سلام.